أثابكم الله. هذا سائل يقول أن قبيلته تضع عند شيخها ما يسمى بالصندوق، ويضع فيه كل واحد منهم مبلغا مقطوعا بغرض دفع الدية أو بعض الأمور، ولا يكون هذا إلا لمن اشترك فيه، فما الحكم؟ لا بأس بذلك، الصندوق التعاوني الذي يدفع فيه بالاختيار، ما هو بإلزام، الاختيار يدفع فيه، يشترك ناس ويدفعون، وإذا حصل على أحد منهم غرامة أو خسارة يساعدونه من هذا الصندوق، هذا التعاون لا بأس به. لكن الإلزام ما يجوز، ما يجوز الإلزام. إذا كان هذا اختياري وليس استثماري أيضا، ما يقصد الاستثمار، إنما يقصد مساعدة المحتاجين، هذا من التعاون لا بأس به. نعم. هل فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة، لأن مصرف ومصرف الزكاة وهو مساعدة المحتاجين. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل، أيضا ليس له مالك، هذا تعاوني ليس له مالك معين. نعم.